حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم الرقمين اللي تقدرون تتصلون بها من داخل العراق من زاخو إلى الفاو، راح تظهر هنا بالشريط، تقدرون تتابعونا عليه إن شاء الله وتتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. عندكم ايضا رقمين من خارج العراق ورقمين من داخل العراق. ذني الرقمين اللي تشوفوها قدامكم هنا، ذني رقمين من داخل العراق، تقدرون تتصلون باي رقم من هاي الارقام من زاخو الى الفاو. اما الرقمين الثانيات اللي تقدرون تتصلون بها على البرنامج، عندكم ذني رقمين من خارج العراق، تقدرون تتصلون بينا باي لحظه من لحظات البرنامج. ويبقى عندنا رقم اخير للمشاركه، هذا الرقم للواتساب فقط. هذا الرقم اللي تشوفوه امامكم هنا غير مخصص للاتصال، مخصص فقط للواتساب للرسائل النصيه. اتمنى تكون رساله مكتوبه مطبوعه باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. حلقه اليوم الفيديو اللي شفتوه هاي التظاهرات احتجاجيه اليوم في محافظه ذي قار تحديدا بمدينه الناصريه. موضوعي هو مو التظاهرات، انا موضوعي هو ليش الحكومة أو ما تسمي نفسها سلطة أو الأحزاب أو الكتل السياسية أو الميليشيات مصرة على استهداف الناشطين؟ ليش الحكومة العراقية مصرة على استهداف الناس اللي دا تحكي بهموم الشعب؟ يعني اليوم عندنا استهداف إلى ناشط وهو علي المقدام، على عثوره على الناشط في الطريق او على الطريق السريع في منطقه الدوره ببغداد بعد يوم من اختطافه. ونفى مصدر من مقرب من الناشط تحرير المقدام من قبل القوات الامنيه، واكدت مصادر انه المقدام عثر عليه في ساحه مهجوره خلف كليه السلام جنوب العاصمه بغداد، ملقى بحاله سيئه بعد تعرضه لتعذيب شديد وقبل ان ينقل الى مستشفى اليرموك. وكان المقدام قد خطف منذ يوم الجمعة في بغداد، وهو أحد أبرز الناشطين الذين شاركوا في تظاهرات تشرين ضد الفساد أو ضد فساد الطبقة السياسية. أنا السؤال اللي أطرحه، ليش هاي الاستمرارية في استهداف الناشطين؟ ليش هاي الاستمرارية في أذية الناس؟ الناشط شنو اللي راح يقدر يأذيه بحيث وصل الأمر أنه يصدر بأنه قتله أو تعذيبه أو اختطافه أو سجنه؟ ليش؟ هو مواطن حاله حالنا، ده يطلع وده يطالب بهموم الناس، ده يطلع وده يطالب أنه الناس تساعد فيما بينها، أن الشعب العراقي يعيش بأبهى صورة. مقدم نفسه أمام الناس بالخط الأول، هو على الجبهة، هو وفوهة البندقية صد بصد، وما دا يداعب شيء، دا يداعب بلد آمن، بلد مستقر، بلد ما بي تدخلات خارجية، بلد عنده سيادة، بلد يتمتع حكم نفسه بنفسه، بلد بحقوق، بلد بقوانين، بلد ما بفساد، بلد ما برشاوي، بلد ما بمحسوبية، بلد ما بطائفية، بلد ما بمحاصصة، بلد ما بمشاكل. شنو اللي دا يقدمه هذا الناشط لدرجة انه انت تصدر امر حتى تدز عليه جماعتك ويقتلوه أو يختطفوه ويعذبوه وينشمر بالشارع؟ مواطن عراقي حالة حالك حال أي واحد
يمكن هذا المواطن أو هذا الناشط اللي أنت صدرت أمر بقتله هو أحسن من كل السياسيين الموجودين على الساحة العراقية، لأنه عايش هموم الناس، لأنه قلبه وياهم، لأنه حاسس بيهم. أبو علي من واسط ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله والإكرام. حضرتك مساء الخير لجمهور الناقدين. مساء الأنوار. مبارك للمسلمين هذه الأيام المباركة، وندعو من الله سبحانه وتعالى أنه هذه الأيام الفضيلة أنه يرفع الغمة عن هذه الأمة ويرفع الفاسدين والقتلة عن العراق إن شاء الله، اللي هي لكم محور حديثكم، أنه استهداف الناشطين كان وسيكون وسيستمر ما دام اكو فساد موجود بالعراق، ما دام اكو مصالح بالعراق تسير على دم او تبنى على دم الشهداء، هذا راح يستمر، هذا مسلسل القتل ومسلسل الخطف لكل من يقول كلمه حق، لانهم هم ساعتهم مفلسين، يعني ما يقدرون يقولون احنا مخطئين اول، لان ما عندهم الشجاعه، ولا عندهم الشجاعه يقولون احنا نريد نصلح وهذا برنامجنا وحاسبونا عليه. هم دائما هم شركاء بالفساد، هم مو شركاء بالاصلاح ولا شركاء بالبناء. شوف احنا اليوم يعني وين وصلنا في مستوانا التعليمي، شوف اليوم العراق وين وصل في المستوى التجاري، اصبح بلد بس مستهلك، منتج فقط للنفط. من وكل ما شفنا من وقف النفط العراق شنو صار به، قلنا ما نقدر ناكل، قام بلد ما يزرع، البلد قام ما يزرع لان لا احد يطالب بحقوقنا ولا احد جاي يشجع على زراعه البلد، قام البلد ما يصنع، ما عندنا صناعه دون نستورد حتى الطرشي، البيبسي نستورده قلنا، كل شيء نستورد، ما عندنا معامل الغزل والنسيج اللي كانت موجوده بالعراق واللي كان يصدر من عندها، كل هذه وقفت بسبب الفساد، لا هم عندهم خطط استثماريه ولا هم يبدون يبنون هذا البلد، ومن طلعوا شباب من يعني هذول اللي حاولوا يصفونهم بالبعثيه وهم يعني انولدوا بعد ما انتهى البعث، ولا يصفونهم بابناء استفارات مع ان هم اساسا كانوا يجدون بيبان استفارات وهم اجوا على الدبابه الامريكيه واستولوا على هذا البلد، من طلعوا هذول الشباب ما قدروا يواجهونهم لا بكلمه ولا براي، ما قدروا غير ان يواجهونهم بالقتل بس، وهذا اللي صار امام مرأة العالم، والعالم كلهم شركاء بدم العراقيين. لاول مره يتم نقل بث مباشر لقتل شعب وكل الحكومه اللي تدعي الديمقراطيه وتدعي حقوق الانسان وقفت امام 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 المصالح، وقفت امام النفط حتى تاخذ نفط من العراق وينقتل الشعب وما يتحركون. فالقتل راح يستمر استاذ أتل، الخطف يستمر، لان اكو شعب قال خلاص انا بعد ما ابو علي. السؤال الاهم هنا، باي حق يصدر امر قتل الناس او اختطاف الناس او سجن الناس بدون مبرر؟ بحق الفساد، بحق السرقه، بحق الاتجار، هو هذا الحق ثلاثه، لان ماكو لا قانون ولا اي عرف بالعالم انه تسمح بقتل نفس من اجل الاستيلاء على السلطه. يعني لو هم عندهم اقل القيم اللي هو الحياه، اقل القيم الان ما سامع التصريحات اللي تقول احنا نريد نبني العراق، لازم هذيك السنين تنتهي، ليش انت الفاسد وانت الحاكم وانت المجدد والمصلح؟ يعني انا 20 سنه شو استفدت من عندك؟ شنو اللي اخذت من عندك؟ وتجيني تقول احنا نريد نصلح البلد؟ عفوا، تصلح شنو تصلح؟ يعني تصلح اللي انت خربته؟ البلد كان عنده مصانع، يعني قبل الاحتلال الامريكي كان اكو مصانع بالعراق شغاله، اكو معامل شغاله، انت جيت ووقفتها، يعني تجي تصلح اللي انت وقفته؟ ما يصير انت اللي تخرب وانت اللي تصلح، خلاص تركوا هذا الشعب، يجي رئيس وزراء جديد ولا مطلب من اللي قالهم سوا. انقتل الشهيد هشام الهاشمي وقال احنا ما ننام، الشعب العراقي ما راح ينام، صدق الشعب العراقي ما نام، لان ماكو كهرباء ينام، ما ارتاح. بالشتاء
كان القتل وكان الكهرباء ما موجوده وتدفئه ماكو، وبصير كهرباء ماكو صدق معنا، وانت نمت وتنتعس وقمت تسوي تحالفات ولا راح ترجع مره ثانيه لانك تريد تزور. هذا الموجود من يعني هو هذا الحق استاذ اسد؟ ماكو قيم. يعني انت من تحاسب لك واحد، انا من احاج الاستاذ اسد مثلا على البرنامج اللي قدمه عنده قيم واخلاق يجاوبني، بس هم ما عندهم قيم، طلعوا مظاهرات لفات، قتلوا المتظاهرين ولفات، حتى نفسهم هم يقولون احنا قتلوا وفاسدين. زين يعني من واحد يقول لك احنا قتلوا وفاسدين شو تجاوبه بعد هذا؟ ما يمكن تجاوبه، لان هو ما عنده قيم ولا عنده اخلاق حشاكم. فلذلك ما يحاسبون بالقتل والخطف ان كل شيء ينتهي، لا والله، صدق حتى لو سووا انتخابات وزوروا بالانتخابات الشعب بعد خلاص ما راح ينام. خلاص الشعب عرف انه احنا تحكمنا فاسدين وما راح نتقدم. بالحكم هذولا تربيه صفر، صحه صفر، بلديات صفر، كهرباء صفر، كل شيء بالصفر وكل شيء بالنازل. وبلد لو وقف النفط خلاص انتهت البلد بعد. انا اشكرك استاذ. شكرا لك ابو علي. ابو ايسر من تركيا ويانا، حياك الله يا ابو ايسر. الله يسعدك استاذ. ويسعدك يا قلبي. شلونك استاذ؟ نحمد الله على كل شيء. استاذ احنا نعرف انت النفوذ الايراني كبير بالعراق. وعلى ضوء اخضر من امريكا. هاي حقيقه يعني وارده يعني. فلولا امريكا معطيه الضوء الاخضر لايران ما تتدخل بشؤون العراق. فالناشطين هذول رجال وطنيه يداعون بحقوقهم ويداعون ببناء البلد. شوف هسه هاي الكهرباء ابسط شيء اللي دي يضربون الابراج وكذا على اساس يبوها، حتى الكاظم يعرف مو داعش، يعرف الميليشيات بس ما يقدر ياتي لان اكو شيء اكبر من عنده. وامريكا مدى تتحرك وتقول له روح اسحق واني واقف لك واحميك. فالعراق ما تصير له شارع الا يخرج النفوذ الايراني من العراق. نعم. يبقون يقتلون بالناشطين، يبقون على كل كلام وطني يسدونه حقه. فما شوف يعني حتى الخليج يريد يستثمر بالعراق ما يخلوه. يعني اول ما صار المؤتمر الثلاثي بين مصر والأردن والعراق خلوهم دا يروحون، بدأوا يضربون الأبراج مال الكهرباء والمحطات وكذا في سبيل تبقى إيران اليد العالية على العراق. فبقت يعني الشعب العراقي يعني والتشرينيين إذا يريدون يأخذون حقوقهم صحيح يطلعون مظاهرات على مقر السستاني، لأن السستاني هو كلمة ماشي على الكل، والسستاني يتحدث كله بأمر إيران، يتحرك بأمر إيران. فإذا نصبوا خيامهم التشرينيين والناشطين أمام مقر السستاني ويبقون مصممين على أنه يفتي فتوى يزيح هؤلاء المجرمين من الأراضي العراق. والله ما يصير أي شيء، ما راح يصير إذا مو يتكلمون بالسستان. وأنا أشكرك. شكرا لك أبو أيسر. ناشطين مدنيين اليوم بالعراق أو ناشطون عراقيون استنكروا محاولة مصطفى الكاظمي تزييف الحقائق والتحدث عن عملية أمنية لتحرير الناشط المختطف علي المقدام. أنا بس أرد أسأل الأستاذ مصطفى الكاظمي، التحرير شلون افتهمها؟ أو أي عملية أمنية أو إجراء أمني لتحرير شخص مختطف، هل هو يعني المفهوم أن القوات الأمنية تروح تطلع من يمهم وتشمر بساحة؟ زين القوات الأمنية اللي قدرت تطلع علي المقدام من مختطفيه ما شافت انه علي المقدام متعرض للتعذيب وشمروه بساحة، ما ودوه طبيب، ما عاينوه، ما شافوه محتاج شيء، ما محتاج شيء الا اللهم، هم اخذوه وقتلوا، مو قتلوا قتل يعني بسطوه حتى تبين غير شيء. فانا اردفتهم شنو في نظرة عملية امنية لتحرير
ناشط مختطف، والناشط يلقوه بساحة، يلقوه مشمور مكسر من الضرب، متعرض للتعذيب شديد. لأي درجة يعني سؤالي هنا، لهالدرجة السياسيين أو اللي متسلطين على رقاب الناس مستخفين بدماء الشعب العراقي؟ لهالدرجة ما همهم المواطن العراقي؟ لهالدرجة يعني من يسمع اكو ناشط يطلع لي بالتلفزيون ويحكي لي عن عملية أمنية كأنما شيء لم يكن، ويطلع لي القوات الأمنية راحت طلعتها من المكان اللي هو مختطف به وألقت القبض على اللي خاط فيه، زين وينهم صدق؟ من اللي خطفوا علي المقدام؟ من اللي عذبوه؟ أنت من عندك عملية أمنية احكي، قول منو؟ كم واحد؟ وين لقيته؟ ليش ما أخذيه؟ شو ذني كل انصنطة؟ ما أفتهم. يعني تحرير ناشط من عملية اختطاف، والناشط اللي جب ساحة هاي ما أفهمها. يلقى الناشط متعرض للتعذيب هاي ما أفهمها. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الاغتيالات والاعتقالات العشوائية اللي جاي يصير بالناشطين، يعني احنا كنا نعرف ان الدولة مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومصطفى الكاظمي اللي كان على رأس هاي الأجهزة يعرفون من وراء هذا الموضوع، والعشائر الموجودة في جنوب العراق وفي بغداد والغربية وكل العشائر وشيوخ العشائر يعرفون من وراء هذا الموضوع. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بينك احنا كعراقيين نادر وقلة اللي جاي يحجون ويتهمون القاتل. يعني يعرفون اللي داخل العراق ان اذا طلع بالاعلام متهم الميليشيات الولائية هي الحشد نفسها، ان العصائب وحزب الله وقاسم مصلح ومن لف لفهم بعلم ابو فدك وبعلم فالح الفياض كلهم يعرفون ان هذول راح يتم تصفيتهم. احنا طالبين حتى ان نعرف القاتل من هو ومن اللي جاي يدعم القاتل ومن اللي يوفر للقاتل انه يتنقل بالسيارات بالاسلحه الكواتم وسيارات غير مرقمه والدراجات اللي بيها كواتم، ونقتلهم اكثر من يعني آلاف مؤلفة من العراقيين من 2003 ولحد الآن، من ضمنهم الطيارين والدكاترة وغيرها والشخصيات اللي برزت على الساحة تم تصفيتها، حتى أعضاء برلمان تم تصفيتهم على إيد الحشد نفسه. هو هذا الموضوع يعني معروف لكل العراقيين، لكن احنا كقضاء العراقي ورئيس الوزراء من يطلع يتبجح وهو يعرف القاتل ويعرفون منو جماعة الكاتيوشا ويعرفون كل شيء وعندهم معلومات دقيقة، لكن هم جزء من سرب مصطفى الكاظمي، جزء من الحشد وجزء من هذا العملية السياسية، فما يقدر يطلع يحكي بصراحة أو يلقي القبض على الجنات. ليش؟ لأن وراها عدة أمور، وشفنا احنا مثل قاسم مصلح تم اعتقاله وإخراجه بأقل من 10 أيام بريء لعدم أدلة عليه أو غيره، وأهل الجاني يعرفون أن قاسم مصلح وأخوه هم اللي قتلهم عشرات الناشطين السياسيين. احنا هسه حاليا نتهم الحشد، هيئة الحشد اللي هي تأسست على ظهور مجاميع إرهابية داعش، وتم القضاء على داعش وتم تحرير كل المناطق وتم إعلان النصر من قبل عبادي على ان العراق تحرر المحافظات اللي تم احتلالها من داعش، تم تحريرها. اذا انتم انتهت شغله داعش، المفروض تحلون هذا الحشد او توزعونه الى وزاره الدفاع والداخليه والاجهزه الامنيه من ضمن وزاره الدفاع يصيرون، يعني ما يصيرون فصيل، والفصيل عدا الفصيل اكو ميليشيات وعدا الفصائل اكو الويه، وشغله شائكه يعني المفروض بيهم المرجعيات كلها الموجوده، مقتدى الصدر اول سيستاني يعلنون حل الحشد وانطواء تحت الاجهزه الامنيه في سبيل يسيطرون على جزء بسيط من السلاح اللي خارج عن الدوله واللي جاي يفترون براحتهم ويغتالون براحتهم. يعني صار اغتيال المحامي في البصره بعد ان خرج من المركز الشرطه تم تصفيته، من اللي صفاه؟
احنا نعرف سرايا السلام والعصائب والبدر وحزب الدعوة وحزب الله وغيره والنجباء، كلهم ذولي أداة بيد إيران، وأي واحد يطلع يتهم إيران ويحكي عليها بحرية ويقول إيران إلها 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 تدخل بالشأن السياسي العراقي وبالملف الأمن العراقي وبالاقتصاد العراقي، يتهمهم راح يتم تصويته، حتى إذا كانت امرأة. يعني النساء اللي المفروض ما حد يوجه فوهات البنادق ضد النساء، تم استهداف عدة ناشطات سياسيات، ناشطات، وتم قتلهن بالبصرة وبالجنوب وبغداد، وتم اختطافهن وتم اغتصابهن وتم تأذيبهن. يعني إذا هذا الحشد منظمة إرهابية مدعومة من الدولة اللي يدعمها رئيس الوزراء واللي تدعمها الأجهزة الأمنية واللي يدعموهم السيطرات الموجودة في البصرة وفي النجف وفي بغداد وكربلاء وفي الناصرية، السيطرات الموجودة للجيش أو للداخلية مثل الاتحادية وغيرهم، من أنت لازم قاطع واكو أمر لواء وأمر فوج وأمر سرية، وهاي السيطرات منتشرة بكل الشوارع اللي القاطع. يعني شلون تفتر هاي الدراجات وشلون يفترون هاي الميليشيات يصفون بالناشطين السياسيين، وشلون المرجعية ما تأخذ حقهم؟ يعني تفرض على القضاء العراقي، انتم بقضاء المفروض ما تكونون مسيسين، المفروض تبثون بهذا الموضوع وتخلون حد لهذا الشيء، لان احنا هسه حاليا بغابه. اذا نقارن العراق بكل الدول العربيه والاجنبيه والاوروبيه، يعني ماكو هيك حكي، هي تطبق سيارات تقتل الناشط السياسي اللي يعني جاي داعي بكهرباء وداعي بحقوق وداعي محاسبه الفاسدين، لكن هاي المافيات الحاكمه اللي يترأسها المالكي والسياسيين وقادة الكتل بدون استثناء، سواء سنية أو شيعية أو كردية، كل الأحزاب السنية والشيعية والكردية لها قادة كتل، هم عندهم ميليشيات وناس الصف بناس، وصراع صراع من أجل البقاء على الكرسي الحكم في سبيل يظلون يسرقون ويظلون براحتهم. هذه المياه اللي انقطعت من إيران جارة السوء، الديال الآن صفر منسوب المياه من الأنهر والروافد الموجودة، من الزاب الكبير والزاب الصغير ونهر الديالة وغيرها، ما شفنا أحد من المرجعيات مثل العبادي والعادل عبد المهدي والمالكي كل المسؤولين اللي هم كانوا يربون بإيران، ما حاجة جم إيران ليش تقطعين المياه في فترة الصيف على ديالة وعلى بغداد؟ ما حد يقدر يداعي بأبسط الحقوق من إيران، وإيران إيران هي سبب دمار العراق، ومع الأسف الولائيين باقين يعني عايشين على أرض العراق وجاي يتنفذون. يعني يتنفذون بالحكم ويتنفذون بالقانون، وهم اللي شايلين باجات وهم اللي شايلين أسلحة، وبحجة إرهاب داعش، وهم وداعش وجهين لعملة واحدة، والضحية الأبرياء الشيعة والضحية الأبرياء السنة، وقعنا بين مطرقتين، مطرقة الحشد ومطرقة الميليشيات اللي تابعة وياها ومطرقة داعش. يعني لو أنت يعني ما ترهم هيك، ماكو دولة صرنا مضحكة احنا بين الدول كلها. شكرا لك اخ صباح ولمشاركتك، لكن بالبدايه انت ذكرت قلت مصطفى الكاظمي كان يعرف، لان هو كان رئيس جهاز المخابرات الوطني وهسه صار رئيس وزراء. احب ابشرك، هو رئيس وزراء ورئيس او مدير جهاز المخابرات الوطني ما زال بهذا المنصب من 2016 الى حد 2021. ابو طه من بغداد، حياك الله ابو طه. ابو طه انقطع الاتصال ويا ابو طه، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. الامم المتحده، ممثله الامم المتحده بالعراق او ممثله الامم المتحده جيني هنس بلاسكارت، ادانت الاعتداءات اللي يتعرض لها الناشطين. ما اعرف شاكي يابا، إذا اكو واحد يندل الممثلة مال الأمم المتحدة وين قاعدة يروح يدزلها ريوق، لأن هسه قعدت من النوم، ويقول لها صح النوم. من 2019 شهر تشرين لليوم اكو ناشطين ومتظاهرين دا يوقعون، من طالعين بيان بإدانة، ايش راح يفيد الشعب العراقي؟ أبو طه من بغداد رجع لنا، حياك الله يا أبو طه. السلام عليكم أستاذ أفل. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية خاصة لك ولا قناة الرافدين. حياك الله أخوي. استاذ، هم بالنسبة اللي يقتلون الناشطين المدنيين، هم الناشطين المدنيين ازاي يدعون؟ يدعون بحكم؟ ماذا يريدون حكم؟ يريدون استقرار العراق،
يريدون خدمات، يريدون مي، يريدون كهرباء، يريدون وظائف، تعيينات، زين، عمل، هاي كلها من مفرط الدولة. ومن يطلع يطالب بحقه زين الدولة تقتله. نعم. وضم الجثة مالته مثل ما شفنا الأخبار اليوم زين قبل ثلاثة أشهر ميت واحد بالمطار زين، واليوم إن شاء الله سلموا لأهله. وهاي الفترة كلها هم ياخذون مبالغ من أهله على سناد ابنهم موجود، هو ابنهم محامي وبالسجن متوفي الله يرحمه. نعم. شنو هو اللي سوى هذا الرجال؟ يعني هاي الحكومة شلون قاعد تتصرف؟ منين جتنا هاي الميليشيات؟ احنا نعرف كان قبل بزمن النظام البائد كان الجيش الشعبي من انتهت الحرب العراقية الإيرانية صرحوا الجيش الشعبي، بعد ماكو جيش شعبي بل ماكو حرب. هسه انتم خليتوا الحشد الشعبي لمقاتلة الدواعش، الدواعش طلعوا ماكو بعد مقاتلة الدواعش. زين غير صرحوهم ليش مخليهم لأذية العالم؟ يقتلون بالعالم زين واعتقالات بالأبرياء. شنو هم اللي سووه الشعب العراقي هذا؟ مبزيك يا ابو طه، يعني هسه الحشد الشعبي يعتبر اقوى من الجيش بالسلاح، بالايتاد، بالدبابات، بالطيارات المسيره، ويسوي استعراضات عسكريه و و و و و يعني اصبحت له صفه رسميه ان يكون هو بديل عن الجيش، بديل عن الدوله كلها. هسه هو صار مو بس عن الجيش، بديل عن الدوله كلها. وامكانيتهم ان يطبون هسه الساعه بالدعش الا ثلث يطبون للخضراء بالدعش، يسقطون الكاظمي ويطلعون عندهم مثل شربة المي، بأن السلطة مستقلة زين بدعم إيراني. كل هاي الفصائل اللي تقول احنا فصائل المقاومة، لا، هي فصائل المقاولة زين، عندهم استعداد كل واحد يطبون يختالوا ويطلعون زين، وما حد إلا شغلة بيهم، لا الحكومة. يعني انتم عندما تسوون استعراض وواقف رئيس الوزراء حاضر الاستعراض، ما يقول هاي القوة اللي قاعد تستعرض شنو؟ هاي شلون جتي؟ هاي انتهى مفعولها؟ زين؟ شلون دا يفكرون؟ شلون دا يشتغلون؟ والله ما هذا اعرف، وكل هذا براس الشعب العراقي وبراس الابرياء. وما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة. نعم. شكرا 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 لك أبو طه. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام والرحمة والإكرام. صار إحنا ما نستغرب يعني من هذه الطبقة السياسية الحاكمة. نعم. اللي تقتل الناشطين وتقتل أصحاب الكلمة الحرة لأنه تظهر عورتهم وتكشف حقيقتهم للناس، فهم ما يردون شخص يبرز الحقيقة عنهم، لأنهم هم دولة أصابة أستاذ أفل. هذه إحنا اليوم تحت حكم المافيات، وتعرف كل زين حكم المافيات، يعني ما يردون واحد يذمهم، ما يردون واحد يكون ضدهم. فهذا اللي إحنا ما نستغرب، يعني يقتلون الناشط، يقتلون الصحفي، يقتلون الإنسان المثقف، هم جاي يثقفون على تشكيل الشعب. يعني احنا جاي نشوف اصحاب الزعامات واصحاب الكتل السياسية يعني ضد التوعية، توعية المواطن وتثقيف الشعب، فيعملون على التشكيل لانه تشكيل الشعب يخدمهم سابقا. واحنا شفنا واي من هاي الحالات التشكيل للناس من خلال يعني بوسم التاير، من يعني من يذموهم وبعدين يمدحوهم. فاحنا هاي المشكله اللي احنا نعانيها صراحه، اللي هي مشكله اللوجيه او مشكله المنافقين. احنا هاي المشكله هي اللي تاثر على وضعنا، يعني وضعنا المجتمع والاجتماعي، لانه هذه الطبقه المنافقه هي صراحه هي اللي تبقي ها او تطيل من عمر
هذه الحكومة الفاسدة وهذه الأحزاب الفاسدة، لأنه لولا هذه الطبقة الفاسدة أستاذ أفل ثق العراقيين واعين، وعندنا إحنا ناس مثقفين كلش، لكنه هاي الطبقة القليلة وهاي موجودة في كل الشعوب أستاذ أفل، هي اللي تأثر على تحرير الشعوب من الحكام الفاسدين واللصوص والسراق. وتحياتي لك أستاذ أفل. شكرا 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 لك أخ عبد الرزاق. يعني جنة هندس بلاسخارت قالت همين أنه إحنا نتمنى للناشط المقدام الشفاء العاجل، وعربت عن إدانتها لما وصفتها والاعتداءات الجبانة اللي تهدد أحد أركان الديمقراطية وحرية التعبير. زين، واغتيال فهم الطائي وهشام الهاشمي وأبو المحامي علي سجاد والناشطات واختطاف الناشطات واختطاف الناشطات ويطلعوهن على التلفزيون ويحكن حكي بالإكراه، تعذيب الناشطين والناشطات، إلقاء القبض على الأبرياء ورميهم بالسجون سنة وسنتين وثلاثة وعشرة وعشرين وحتى ما يعرفون شنو تهمتهم، ناس لحد الآن مشمورة بالسجون ما حد حقق وياها وأهلها ما يدرون بيها وين. يعني هذني مو تهديد لأركان الديمقراطية اللي أنتوا تدعون بيها؟ أرد أسأل سؤال إلى جنة هنس بلاسخارت، الديمقراطية مو هي الاعتراف بحرية التعبير عن الرأي؟ الناشط شنو سوى يخالف هذا التعريف؟ ده يطلع ده يقول رأيه، ليش ينخطف وليش يتعذب وليش ينقتل؟ أبو زينب من النجف حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله أخويا المسألة يعني صارت ما أعرف شلون يعني مكررة أكثر من اللازم. نعم. ومو وليدة الساعة ولا وليدة اللحظة، يعني ماكو من عندها طائل. نعم. المن تحاسب؟ يا تقول لي يقول لك ما أدري، يا تقول لي يقول لك مو جماعتي، يا عد من ذولا جايين فضائيين من السماء؟ فهي إن شاء الله يعني المفروض القانون يأخذ مجراه. نعم. مثل ما وعدوا ذولا رؤساء الوزراء المتعاقبين، خاصة يعني في حكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي، مفروض يعني فعلا يفعلون القضية، مثل ما سيدي يطلعون بعض الأخبار وكذا والسبتايتلات بأنه جادين بالعملية وألقوا القبض على بعض المتسببين في قتل المتظاهرين في الناصرية في البصرة في كذا، بس ما شفناهم طلعوا لهم واحد في التلفزيون. فأعتقد يعني هي شغلة مسألة إعلامية فقط لا أكثر، المفروض هنا أنه القضاء يأخذ مجراه حتى نكون فعلا مثل ما يقولون هم أو يدعون بأنهم دولة قانون، يعني ما تكون يجي على الغارب يا يجي يصرح يا يجي يقول يا وما تعرف أنت ياهو، على قولة المثل الشعبي اللي يقول ما يعرف حماها من رجلها، أنت ما تعرف من رئيس الوزراء الحقيقي. زين، هذا يتخذ قرار يجون دولة سحبة وجماعتهم أخذوا أو أخذوا فيتو ضد مجلس النواب وتكنسل رئيس الوزراء، ما في شيء دولة بالعالم. فالقصد أنه القانون يجب أن يأخذ مجراه بشكل حقيقي وبشكل يعني نكران ذات صحيح، مو واحد يطلع يقول لك دولة مو جماعتي، دولة من جوا دولة، دولة من قتلهم، جبج قتلهم قتلهم. وشكرا. شكرا 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 لك أبو زينب. أنا بس اللي يثير استغرابي بالموضوع أنه ليش هذا الدعم الغربي والدعم من الأسرة الدولية ومن الأمم المتحدة لهكذا شخصيات أو لهكذا فئات أو لهكذا ميليشيات؟ يعني إيران هي دا تدعم الميليشيات بالسلاح و و و و و والعراقي يستورد من عندها كثير من الأشياء، ومن ضمنها الكهرباء اللي الشعب العراقي أصلا ما دا يتنعم بها، ودا يستورد العراق كهرباء بمبالغ خيالية، وده يستورد العراق غاز يعتبر من أسوأ أنواع وأردى أنواع الغاز الطبيعي اللي موجود بالعالم، لأنه بيه شوائب، الشوائب هاي تأذي المنتج اللي راح يستخدم بها هذا النفط الأبيض أو الغاز عفوا.
يعني بحجة أسلحة الدمار الشامل الحصار على الشعب العراقي 13 سنة. الشعب العراقي 3/4 مات من الجوع. واليوم إيران عندها مفاعلات، مو مفاعل. العراق بنا مفاعل تموز للأغراض السلمية، ما يصير، تفجر بالثمانينات كلها تعرف شلون تفجر ومن الفجرة وواية نقاط بي. بس إيران عندها أكثر من مفاعل، وتخص بيورانيوم، وتخص بيورانيوم فوق الحد المسموح به دوليا، ويقعدون وياها ويسولفون وياها ويتناقشون وياها. إيران تورد أسلحة إلى دول وتهدد أمن واستقرار ذيك الدول وما حد يحكي وياها. إيران تدعم ميليشيات باليمن وبسوريا وبالعراق وهواية دول، وتهدد أمن الشرق الأوسط أغلبه وما حد يحكي وياها. الصواريخ اللي تنطلق باليمن إيرانية، واللي تنطلق بسوريا إيرانية، واللي تنطلق بالعراق إيرانية، وما حد يحكي وياها. أبو ياسين من ديالى، حياك الله. حياك الله يا الغالي، حياك المحترمين. حياك الله أخوي. عزيزي، هذا الاستمرار اغتيالات أو اختطاف الناشطين، نعم، ومصدور عام الناشطين والثوار يشكلون خطر على هذه العملية الباتة وعلى إيران وحتى على أمريكا، لأن أمريكا ما عندها جواب شو تحامي الشعب العراقي جاي يذبح قدام مظاهر الداعمة. لكن العجب هذا مال كاظم مزار المختطف علي، ويقول محررينه هو مصدر مقربينه، مو محررينه، مكتبه من ربه حتى يحسن من صورة الأجهزة الأمنية. وبالله واضح كاظم طيب، هذا إندام ما رئيس وزراء، وهذا إندام ما شارع. والآخر اللي يعجبنا بس الحكيم، شنو عنوانك زار المختطف؟ وإذا تحركتم زين، وين السجاد العراقي؟ وين جلال الشحماني؟ وين الباقين الاخر؟ وين علي شاكي؟ هذا عليهم تضحكوا تقول على نفسكم. هاي ما تنسي والله ما تنسي ابدا، مال اختطاف وقتل وغطف ابدا. ليش؟ لان هم ذول مشروع ايراني وامريكي، وامريكا تدعم هاي القتل للايران ودعم الايران. فهذا حكم على العالم الكاظمي، لا تخدع نفسك، ما تخش منه. انت ايش عندك حميه على هذا المقترح وجيز جدك متقرع عليه تقرار الأعمال السين وجلسة الحكيم ليش يعني بالله تعجب راح تلنا أكثر من 800-900 شهيد من متظاهرين ومقترفين عندنا مغيبين أكثر من 300-400 شخص وما عدا 30,000 جريح ما اهتميت عليهم اليوم مهتمين على عليه وعلى بطل ناشط لكن هذا جيز يتحسن صورتكم أمام الشعب يستحيل كذب وأنا أدعم وأسأل أخواني الناشطين تعزيز القوة للثورة دعم كامل ولجل كلكم تحاولوننا قاعد تطلع بصدور عالية وتصدى كل هذه الجرامات الحكومة بس الشعب على أسف يطلع الوان أخوان حولونا يعني إحنا ما بينا 500,000 متظاهر في العراق والباقي إحنا 40 مليون وينكم؟ تعالوا عم نخصم لها العملية البائسة فما حد يحركهم تثقوا بالله العظيم لا تستعني ولا صدر ولا العاملي ولا هم هذول الناس اللي تذبح بيكم ليش باقيين بيكم قاعدين؟ عشان ما تموتون بالحر تموتون بالضيم واطلعوا استشهدوا حرروا انفسكم خلوا تصير عيش الابناء بعدين ما تحبوا اجيال تعيش بحريه احنا شفنا والله شفنا ضيم وشفنا حروب وشفنا بس الحمد لله كرامتنا عاليه فوق 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 فوق, فوق, فوق. والله هاي الناس الابطال جالسه تسجل اقول لكم والله حجام شرف كل السياسيين وكل المرجعيه. عم يقول الناس ابطال جاي يروحون يدافعون عن العراق يطالبون بوطن يطالبون بحريه يطالبون بالعراق وناس تطالب من جوحه ومن ضيفها ومن يعني شنو انتم باقيين بالبيت يا عالم اطلعوا اطلعوا استشهدوا ثقوا بالله العظيم الاستشهاد ما يحرككم ابدا ما يحرككم مو بثقوا بالله العظيم هو مستفيد هو الاستشهاد وغيره يقول شعب اجم شعب امجي ينظرون عليه وشو بتسوى في ذيقار؟ هاي ذيقار ارض القادسيه اللي كسر الامبراطوريه الفارسيه، هسه هم يدعون امجاد الامبراطوريه الفارسيه بالعراق؟ واضح الامر. اخوان انتظروا سوروا، تحيات عزيز افل. شكرا 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 لك ابو ياسين. حملة يعني استهداف الناشطين والناشطات العراقيين والعراقيات مستمره من بدايه ثوره تشرين وما قبلها ايضا.
قبلها ايضا. الشعب العراقي عاني الامرين، لا امم متحده وقفت وياه، ولا جامعه عربيه وقفت وياه، ولا احد وقف وياه. العراق اللي كان مكتفي ذاتيا في كثير من النقاط اليوم يستوردها، منها التمور مثلا. العراق اللي كنا نفخر به بلد النخيل، العراق اللي كان متربع على عرش تصدير التمور بالعالم لأكثر من 30 سنة، اليوم ما عنده نخلة تنتج حتى يصدر. حسين من البصرة حياك الله. حسين تسمعني يا حسين؟ نعم تفضل. حياك الله اخوي. مية دلب استاذ اسد، اهلا وسهلا بكم مرحبتين وبكم بقناة الوافدين. حبيب قلبي حياك الله وبياك، تفضل اغاتي. تفضل ابويا. نعم استاذ اسد. نعم. والله بالنسبة لذولا خطي الناشطين، نعم ذولا بالنسبة للناشطين ذولا يعني ما جاي يخلصون من هاي الحكومة، ما جاي يخلصون من الحكومة، يعني هم ذولا الناشطين كلهم الله وكذا جاي يدافعون ويدافعون على الحق ويدافعون على الكهرباء وعلى الماء ويدافعون على الشتمة، وهم تالية يختالون ويشيتون عليهم لبيوتهم ويكتلون بيهم. فهاي حكومة هاي عصابات. نعم اي هاي عصابات. لا 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 هم لا لا هم ما جاي يحمون الناس، يعني مثل ما يقول يعني اي ما جاي يحمون الناس، هم ما جاي يحمون الناس، هم جاي يكتلون بالناس. نعم والله لا شو تسوي له. نعم نعم يعني هو جاي يقول لك انا تفضل هذا شنو ذنبه ذاك شنو ذنبه، يعني جاي الناس مثل ما يقول يعني هو جاي داعي حقه بحقه وحق الطفل وحق العجوز وحق الشاب وحق، فهم ناس ما عندهم يعني ما عندهم لا عندهم احترامات ولا عندهم ولا عندهم، هم ذولا كلهم ايرانيين الله وكيلك، وهاي الحكومه كلهم ذيول، ذيول الايران والامريكا. نعم هم جابوهم ايران وامريكا جاي يشرطون عليهم شرط يا استاذ اسد، هم شارطين عليهم شرط جاي يقولون لهم اللي داعي حقه قتلوه. نعم بس شو تسوي؟ لا هو مع احتراماتي لك ومع احتراماتي للشعب، لا هو الشعب ما بي شو تسوي له، يعني الشعب يعني لا اعتقاد ما ترضى عليه. نعم نعم الشعب ما بيحب والله العظيم، لو بيحب كذاك عباس مثل ما يقتلنا اطلع قتله، اطلع قتله ما في غير السلاح وانا على الابوله ابو حتى الحصه لابو الجابر. نعم لابو حتى ايران. شكرا 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 لك اخوي حسين. بالنسبة إلى رسائل واتساب، الرسالة الأولى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني الكرام عساكم بخير. رسالة ثانية تقول نطالب بالعفو العام والله أكبر، ولدنا قاعدة تموت ألف موتة نتيجة الأمراض بالسجون، والله ما عدنا غير الله وهم، إحنا بس نساء بقينا بوحدنا، وين وعود مصطفى الكاظمي؟ ولدنا أبرياء الله أكبر، إحنا نريد ولدنا والله أبرياء، بس وقت الانتخابات نشوفهم، ومن تخلص الانتخابات ما نشوف ولا واحد. ولدنا شنو ذنبهم؟ صار لهم سنين والله حتى الله ما يرضى، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية للعراق وللشعب العراقي، الله ينصركم يا رب، أخوكم عثمان الحاج عثمان كرور من السودان. حياك الله أخوي العزيز، وأنت وأهالي الشعب السوداني كلكم في برنامج صوتكم، وإحنا كنا أخوان أكيد، وماكو شيء يفرق بيننا وبينكم. رسالة ثانية يقول أنا أتمنى تشاركون هذا الفيديو حتى يوصل إلى كافة الناس. أخوي العزيز إذا تريد تشارك أي فيديو، أكو شريط أبيض يمشي هنا جوا الأرقام أو رقم الواتساب هذا دا تشوفه جوا، أكو شريط أبيض بنافذة اسمها نافذة أنت ترى، تقدر تدزلنا أي فيديو تريدنا نشره. السلام عليكم وعلى قناتكم الكريمة، أخي نطالب بالعفو العام، أبرياء والله كلها أمراض وقاعدين يموتون على طار السجون، رحمة على والديكم، تلاحقوا الأبرياء والله كل شباب وعمر الورود، الله أكبر على هاي الحكومة. رسالة ثانية تقول نطالب بالعفو العام، أولادنا مرضى بالسجون ما كلهم التدرن وكاتلهم الجوع، شنو
ينطون للسجين نص قلاص سمن ونص قلاص مرق ما يشب عن الطفل. رحنا واجهناهم يقولوا رحمولنا ودزولنا مصرف حتى نشتري لنا اكل زين. والرساله الثانيه تقول الله ينصر العراق. مشاهدينا الكرام، اليوم الشعب العراقي بين مطرقه ايران او بين مطرقه السلطات العراقيه او من تسمي نفسها حكومه وسندان ايران، وهو بالنص ينطرق. السبب ترى احنا نعطيناهم وجه. نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقه جديده من برنامج صوتكم باكر. في امان الله.